صافي صافي جوكر خويا اسمح لي عافاك اسمح لي والله ما نعاود اخويا اسمح لي اسمح لي يا خويا واه قصحتيني اردك التليفون اردك السلسلة لا 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 السلسلة خلي لي نتلاقى مع الدري اردك السلسلة ورا شوية واجي ندير قصحي ولد الحرام الله بعدا فلوس الكرا والماء والضو جاب الله باش نخلصوهم أنا بوم مختار صحيحة بخير لاباس شنو خبيتي تما؟ شي حاجة غنشوفو ماشي مشكل أنا راه بحال وليداتك بوم مختار شي حاجة أنا بوم مختار غنتصاوب شي أنا بوم مختار الفلوس شي حاجة بوم مختار والله إذا كان بوم مختار أنا بوم مختار الله يرضي عليك داكشي وراه فلوس الكرا وليدي ويلي يا صاحبي فلوس الكرا والماء والضو غديهم ليا وتخليني ثاني الله جاب لي دبرنا وانا السيناريو عاوتاني بوم أنا بلا ما نقول لك صاحبي وراه ليا بوم مختار الله يرضي عليك هادير هادو اشتري بهم شويه ديال البيضات طلب الله طلب الله بون مختار انا مشيت الله يجيب لك شي طريه فرنجي وديها نطلب الله واش غنقول لك سير اوليدي ليه يسهل عليك انا بغيتك مع الدوري يشدو بوك كما درتي لي هاد الحاله انا بغيت امك تبقى ديما هكا الله يعاونك فين اختي سوزان باغا جدوي شد عطيني قوة الراوي انت مالك اصاحبي جايب لنا دابا بعاوات بغيتي كتفهم باش الحصايره ولا اختي سوزان ها صبري معايا اخوك مقهور ربي اللي عان به ها صبري معايا وانا اللي قهرتوني يا صاحبي في هاد الحومه هكا ويتوب على المكتوبه سوزان سيو جاب فاقر يا وا سوزانا واش خوك يبقى يتعدي علينا ديما ولا شنو انت مالك صاحبي جاي عندي لهنايا جا بنت لك عندي كوميساريه ولا شنو ورا خوك هذاك قسما بالله اختي سوزانا شتي نديرها بوجهك انت ولكن باش كل مره يجي يبقى يضيعني في بياسه راه حشومه هذه حنا ولاد حومه وحده صديقي نقول لك واحد الحاجه ودخل لعقلك مزيان ومن اليوم ان شاء الله خير ما تبقاش دير بوجهي سي ديك لاري بيد وداك خونا اللي كتقول عليه خويا راني عييت معاه اخاي لا اختي هاي هاي على مي اخي شديني هنايا اخويا وحشو معلك هادشي اللي تديرو حنا زعما غير ولاد حومتك هاي هاي على مي اخي انت ولاش كتجي تشكي من جيتي جيتي راه السنسلي انت كتشوف اختي سوزانا انت كتشوف سوزانا سير لداركم تقطعش نمشيو نصايبوها ماشي مشكل هاني طيرني تجري بحال شي في الليليز مسكين دابا بغيت غير نعرف نتايا واش مبغيتيش دير عقلك وتبعد من ولاد الحومه الحومه كتشرو دا الطوار والبطوات واصلا دخليها سوق راسك انا عارف شنو ندير ايه ويا ربي لو كنت كتسمعني الله يسلط عليك شي وجوه الشرع اللي يبينوا لك الحقيقه ديال الحقره كيفاش كتكون ويا ربي لو كنتي كتسمع حقق لها الامنيه ديالها انا عاونتك صافي تفو جا الحبس عندك الزر راك خشي اما كوراك كل نهار كتجي تاخذ من عندي طريفه وتتعدى عليا ياك وانتي ولتي كتكوني قطايه معايا شتي ياك اسيدي ولكن مخباركش واحد الحاجه واللي هي اللي هي انت ماشي راجل وكنتي راجل باش تخدم بدراعك وما تبقاش تعدى على عباد الله نقول لك واحد الحاجه شتي انا راجل اونس واش نجيبها بدراعي خويا بدل ساعه بخوا الله يرحم لك الوالدين والعفو وتفو على ماركة فين البيت فين هاني هاني الله يحفظك بسم الله الجوكر واش من الحومه هادو وانت مالك يكون من الحومه ولا ماشي من الحومه انت شليك انا راه ماليا والو وكل حاجه المسبوعه ما عنديش معاها صا راك الحومه كيبرى الحومه السخون تيبقى سخون بلا ما تخدم معايا السياسه ديال اليهود صح غريف هو هذا اش غدير حسب انا جيت شي فاتي شنو طاحت عليا واحد الفكره زوينه الا الفكره هذه اش ما ناخذوش موطور ونبقى نديك الخدمه ونجيبك حتى ما بغيتي واي بلاصه بغيتي نديك ليها نديك ليها لا خويا انت خاف من الماطه لا لا ويلي بقى لنا موطور واش انت شدير مع هذا كيفاش كندير مع هذا وطلق منه راه خويا هذا واش انت حمق خوك خويا شكون انت اللي هاجم عندنا بهذه الطريقه هذه ومن الاحسن بلا ما تعرف شكون انا
انا غنوريه. يلا خويا نمشي. والله حتى نوريه بالرب. بغيت نعرف اخي اش دالك داك الدري اخي كان غادي ما خصوش اش نقشي عليه اخي. وراه ما يحسبش ليا اخويا صاحبي. وحنا نقولوا ماشي خويا اخي، ولا كان صاحبه ولا خطيبه شنو دير معاه؟ شنو هو صاحبه ولا خطيبه؟ والله شنحيدو بالله، هذيك البنت ديالي وانا اللي حاط عليها العين، وما غتقول حتى شي واحد من غير. ويلي ومن فوقاش انت حاط عليها العين؟ ويلي اخي البيك، ورا من دقيقه انا شفت فيها عيني اخي البيك. وانت والله تعالى. واجي قول لي واش ما تسكن على جداد ولا كيفاش؟ خايش غنقول لك اخي راه 4 شهور وانا تنشوفهم اخي يدوزوا من هنا. ويلي 4 شهور انت كتشوفهم؟ الجوكر يلاه شافهم. باين يكون مشي من هاد المدينه. الله اعلم اخي، راك واحد العيباش قضي بهم اخويا. ها قضي بهاد العيباش هادو تدوز لعند اخي مزيانه. صافي هادشي اللي جاني يا صاحبي. صافي اخي راه هادشي اللي عندي انايا. انت اصلا اخي راه وليت اخي كدير لي ولاد الحومه رزق هما اخي. سير لي عند الناس اللي عندهم فيلات الفلوس هكا باق مالك اصاحبي. باغي يدبر لي عليها وخليناها مع ولاد الحومه طبق عليهم المسطاره واللي عواج خبار في راسك يلاه ان شاء الله. وسير خود هادي من عندي سير الله يلقاك في هاد النهار هذا. صدق الله العظيم. دخلوا لكم تعطلتوا. شحال عندنا واحد الشمكان. ها هو شكون هاد الشمكان؟ ما عرفناش ماما ولكن حالته حالة الشمكان. هو هذا لبسي جلابتك ولا مشاو عندك لاري وبيه؟ ياك وليدي داكشي اللي دوزو عليا خوكم في الكوميساريه تبغيتي تدوزو عليا حتى نتوما على ود الشمكان. صافا ماما صافي بلا تقصي عاوتاني صافي. دابا شنو غنديرو ماما؟ نبقاو ساكتين ليه؟ ابدلوا الطريقه اللي كتمشيو منا. واش حنا هربنا من المشاكل غنجي نقلبوا عليهم عاوتاني؟ ولكن يا ماما. ولكن ما ولكن صافي شنو بغيتي نطبقوا لها المرانه؟ حمزه ياك وليدي وليدي كتزدح عليا البيبان. صافا ماما صافا الحبيبه صافي هافك انت شوفي ما غيكون غير خاطرك. صافا ماما يلا يلا سيدي صافا ماما صافي صافي حنا ندمنا كاع علاش قلنا عليك. واش نحط لك الغدا بنيتي؟ اه ماما راه خصني وحده نرجع للخدمه. واخا بنيتي انا غنمشي نوجد لك الغدا. مهمتي واخا نقول لك واحد الحاجه. قولي شكاين؟ توحشت خويا ياسين ماما. تا انا بنيتي توحشتو ولكن من الاحسن يبقى بعيد خوك تابعينو المشاكل في ما مشى. واخا نطلبك ماما. شنو بنيتي قولي اش كاين؟ واخا تصوني لي يجي غير نشوفو عافاك ماما. بنتي الا هادي خوك ما خصوش يعرفنا فين ساكنين وانت عارفه مزيان بلي بسببه تحولنا لهنا. وعافاك ماما. عافاك انت لما خليني نوجد الغدا. اوف مابقاش فيا الجوع انا كاع صافي. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تزيديش تقصحي قلبك وعيطي ليه يجي يشوف غير خوك بلا ما ديري فيها ما توحشتيش. شنو دابا الكلب مازال ما باغيش تجكر؟ هذا مازال ما بغى يقر. واش انت لهاد الدرجة صاحبي راسك قاصح؟ شكون اللي مصيفطك؟ مصيفطنيش شو واحد. متأكد من حقك؟ ايوا تحمل مسؤوليتك انت تعرف. نيرو شنو نديرو معاه؟ ويلي اصاحبي عاد كتسولني انت راك عارف مزيان اش غادير معاه. Thank you.
نيرو امضر اخونا عطاك شي سميه ولا والو؟ للاسف ما عطانا والو. راسو قاصح هاد خينا. والله ما كذبتي راسو قاصح كيستقبل حاجه وحده هي القرطاس، ولكن انا متاكد بلي هاد خونا مطارف كبايله. تا انا شاك فيه، داكشي علاش خصنا نردو معاه البال مزيان. ويلي اش كتعرف علينا الشاف؟ مع الطيحه مع بوصيحه. المهم عندنا واحد الضريبه بعد غدا، بغيكم تكونوا واجدين. مرحبا بابلو امدرا، شنو درتي مع مول الزوديا؟ اش كتعرف عليا؟ داكشي مغير. انا عارف راسي محزن بالرجال، ولكن علاش الزوديا كشاف؟ حيت من مور هاد الضريبه هادي غنمشيو للصبليون ونخليو بلان الكبايله. لا انت كاين، والله انت كاين، وعلى هادي خصنا نمشيو نحتفلوا. خاطر كبايله، خاطر كبايله. يلا سوزانا، شنو برك تضربي معايا في هاد البيس هذا؟ ايه باش اليوم نشري من عندك وغدا نلقى خونا شوافابو من عندك. ها ها تهضري على خوك. وشكون من غير داك وجه الويل؟ راه بالرجوله الجوكر ما يعطلكش في هذا. انا نقول لك شنو كاين. ايه بحال سمعت سميتي. وانت تذكر الكلب وجه الزواط. هي تتفرنس اصلا الصباح كامل واش نقلب عليك فيك كلشي. ورا انت راه عارفني انا البحر كنت سكران اصاحبي، راه عرفتي شنو راه كاوا اصاحبي، والبيت عندي مزموش يلا فقش اصاحبي. ويلا نتحركوا حيت هاد البلاصه مزموش اكثر من البيت عندك. اه سوزانا شتي عندك هاد البيس هذا ولا جابك الثمن دوزيه. اه وكاين شي بقاي هنا بعدا في هاد المشقف ولا والو؟ كلشي ديالك اخشي ويلي. الله يحن عليك الفرد كون غا كنتي خويا. ومالك اش يكوني؟ اش بقاو نتوما دايرين لي بحال المشو الفار اخاي، انا نمشي وخايف حالنا حنايا اخاي. وقاص حيا صاحبي. وانت عندك القلب ديال كوكا خو داك الشيء ها هو يا صاحبي. وييه شد داك كوكا. صافي تقدر تجي جاي يا خدنا صاحبي. وعندك ما دير معاك والو اخاي. انت شي شرف عليا يا صاحبي. دولي بران عشيري وتفرج تفرج يلا ورق. هيا لك اخويك لاباس؟ والو باس، اجينا شويه د الوسواس وقلت نقصد بنت الناس. المهم بلا ما تخاف انا عرفك براس، معاك الجوكر تقدر تقولي عليا المالك ديال هاد الحومه هادي. ومن بعد اخويا علاش موقفين؟ اش بيني وبينك؟ وما بيني وبينك والو، عاجب شي نوبه النمره ديال. واش من نيتك باغي نمرتي؟ دابا ما وقفش عليك بكل الاداب حيت عجبتيني وبغيت النمره ديالك. لا ما تكشرني قدام الدري عشير حيت راه كان بامكاني نجيب المرشك بطريقه شي خاصه. ايوا ديك الساعه سير جيبها بطريقتك الخاصه. علاش موقفنا اخويا ومعطلني على خدمتي؟ صافا الجوكر طيح شي الدرابو اصاحبي. الجوكر عمرو ما يطيح الدرابو، ولكن اليوم غنبين له الحقيقه المراره هذا. وكيفاش تبين له الحقيقه هذه؟ بغيت نعرف كيفاش. ويلا شبعان. يلا نيرو بغيت نسولك. سول عشيري مالك خويا؟ بالرجوله بيني وبينك ما توحشيش امي اسيه. اودي يا بابلو فراسك دابا فاش فكرتيني؟ توحشتهم بزاف اصاحبي وحق الله، توحشت امي وتوحشت خوتي. فراسك كل ليله كنبقى نجبد التصاور ونبقى نشوف فيهم ونبقى نبكي يا صاحبي ليل كامل وانا كنبكي، وكنتفكر بلي ما عندي عليهم حتى اخبار وما عارفهم حتى فين كاين. انا اللي عارف ام اسيه مزيان علاش غبرات من ديك الحومه ومشاش وما عرفت حتى شي واحد فين مشاش. علاش اخويا؟ واش لهاد الدرجة تمشي وتخليني حتى ندخل الحبس ونخرج وما نلقاهاش؟ تغبر هي وخوتي يا صاحبي ما نعرفهم حتى فين زادو. ملي دخلتي للحبس النيرة ام اسية مسكينة بقات تسمع بزاف ديال الهضرات، ولدك شفار، ولدك خدام مع عصابة، ولدك شي بايع الحشيش، وهي تقاراش بديك الهضرة اخاي. ياك اخاي بداتها في هضرات الناس وسمحات فيا بحال عمري ما كنت ولدها. وبالعكس انت راك ولدها صاحبي من لحمها ودمها. انا متاكد باللي هي كتبغيك وغير الظروف اللي خلاتها تبعد عليك اخي ياسين. وبهذه المناسبه طرات واحد الحاجه زوينه اليوم صاحبي. شنو هي الحاجه الزوينه اللي طرات؟ شوف الوقايش اللي كنا كنعذبو داك خونا الوليده ديالك كانت تصون لي ديك الساعه. شنو هو؟ واش من نيتك؟ حلف بالله
قسما بالله اخي السنيح شي صونات ليا. وشنو قالت لك؟ قالت لي بغات تشوفك هي وخوك وعطاتني لادريس ديالها فين ساكنه. وفين بلاصه ساكنه صاحبي؟ في حي الشماع. واش كتساينا صاحبي يلا نمشيو نتحركوا. صبار عليا نكمل هاد الكاس. تاش من كاس ولا كيسان صاحبي؟ واش تهبيل ولا مالك؟ كمالك انا تقعد صاحبي راه الواليده هذيك على سلامك. شو تعطيلا قعدت الشغبه ما مولفاش ليك واختي غير سكتي واحد وجه الشرع ما عادش من سلطوا عليا الله هذا النهار هذا اولي كلابه شنو بغى منك قال لك انا اللي عجبتو وبغى لمرتي صحه وفين هادشي غير في الطريق ديال الخدمه و 100% هذا كان تيتسناني حتى ندوز حيت غير في الصباح وقف عليا انا وخويا حمزه اويلي وشكون هاد خونا اللي زعمي وقف عليك وانت مع خوك قال لي سميتو الجوكر اويلي الجوكر اويلي علاش مالو اش داك لهداك مسخوط الوالدنا ما كيعرف لا رحمه لا شفاقه وناري اختي انا مالي انا اللي قلت ليه وقف عليا ويتبعني ناري اختي ردي البال عافاك هذاك المخلوق ما كيرحم حتى عائلته فراسك شنو دار البنت الخرز اللي في الحومه لا اختي شنو دار ليها واحد النهار يا اختي واش تمشي معايا بالخاطر وهي تمشي صحه دابا ناضي 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 انا سير ديال الله الكبير جات من هنا سير دابا الخرا واخا مشغول اها ومن بعد شنو دار مع هاد البنت اش غادي ليها في نظارك اغتصبها مسكينه في الغابه ولا حافحه شي كلبه ناري اختي مسكينه بقات فيا حتى انت الا ما بعدتيش من طريقه وحاولتي تجنبي غتبقى فيا انا خسر عاطيها التيسع راه هو اللي لاصق فيا ايوا والله بعد طريقك على طريقه امين اختي من فمك لباب السماء ايوا نوضي جمعي راسك راه دوزت لك بزاف ديال الخدمه اللي عندك ونبغيها من هنا ساعه ونص تكون واجده واخا اختي انا غاده عشيري كامل كانت راه بقوة الفرحة ياك الزهر ومور ما تشوفه ونخرج ونبقى نسالك شي قصارة ويلا صاحبي طلبتيها رخيصة تنقول لك يلا طق طق صاحبي طق شكون سمح لي امي توحشتك امي انت والله انا يا وليدي بزاف توحشتك وليدي بزاف فين اخوتي بغيت نشوفهم حتى هما ما بانوش ليا في الدار خوك غيكون غير مع صحابو ايوا اختك مسكينه راه تتعاونني خدام عند شي ناس هنا تتعاونني على الزمانه وليدي بغيت نشوفهم امي انت توحشتهم بزاف واخا وليدي حتى هما توحشوك بزاف خاص اختك مسكينه حتى هي توحشاتك بزاف كي دايره جلال لاباس عليك لاباس امي مشي الحمد لله انت كي دايره مع الصحيحه شويه والله الا بخير وليدي نشت وليدي بالله الا بخير الله يخليك ليا امي انت والله عاد نعيط لك لخوتك واخا امي انت سيري دابا شنو ما تبقاش دير معايا زوين كلش نعطيك شويه خاي شينوي انت عارفني مزيان علاش باغي نبيع عارف اخويا كنا راه ما لقيت لك جهد اخويا انس ويا قلتي لي صاحبات تشوف مع اختك اودي حتى هي مسكينه جايه فيها ما حيلتها للدواء ما حيلتها للكرا الله يدير الشاويل وصافي وزيدون راني قلتها لها غير بالعياقه الصباح الساعه حتى هي صدراتني واحد صديره اي باش ما نتقلقش اي والله يثاوب عشية الو الوالده الو ولدي انا الوالده مع الدري صاحبي علاش ياك ما بحال شي صخره لا ولدي ما بغيت لا صخره لا والو غير بغيتك دابا تجي عندي انت واختك فاطمه زرار غتكون في الخدمه دابا ولاش زعما بغيتي انا نجيو بجوج ياك لاباس والو باس ولدي غير عندي ليكم واحد المفاجاه في الدار مفاجاه شنو المفاجاه دي يا امي امتي
حتى تجي وتعرفوا. يلا ودوز عند اختك الخدمه وجيبها معك. وعندك تعطلوا عليا ولدي وياك تعطلوا. لا لا انا دابا نجي الوالده، دابا غنجي الوالده. او الوالده موجوده لنا مفاجاه وخاصنا نكونوا ضروري بجوج. في نظرك شنو غايكون؟ تقدر تكون شات الثلاجه ولا فران. صافي ما بانت لك الثلاجه ولا الفران، ماك ما تقولش رات ليا موطور موطور. واش غنقول لك؟ المفاجاه كتبقى مفاجاه، وحاليا امك بوحدها اللي عارفه شنو هي المفاجاه. عرفت شنو هاد ديال شينوي؟ اشقات على الصرف هذاك الراس، وانا وصي اشوف خشك وعيط ليها وصي اشوفها. هي دابا الو حمزه. الو اختي فينك؟ في الخدمه. علاش فين بغيتيني نكون بسلامه؟ راني عارفك في الخدمه، ولكن الوالده بغات تشوفنا بجوج ضروري. بغات تشوفنا وضروري؟ علاش كلاباس؟ شنو كاين؟ لا والو، بس اختي راه تهضر معايا فرحانه. فرحانه؟ وايا هو فرحانه وبغات تولي لنا شي مفاجاه قالت لك في الدار. فرحانه وسوربريز؟ اجي ما قالت لك شنو كاين؟ والو قالت لي تجي وتشوفها. وصافي صافي اخويا، انا غادي نشوف مع لمياء الا بغات تخليني نخرج دابا. غير انت ما تعطلش، ها انت غنقسم انا وياك الطريق باش ما نتعطلوش. لا صافي كوني هانيه دابا، انا عندك اختي غير هو نتلاقاو في نفس الطريق اللي كنتلاقاو منها باش ما نتعطلوش على الوالد. يلا بسلام خويا انس. ما توصلنيش على نص الطريق عند خوا دريه بالرجوله. دير خمسه قدام ليسانس انت ديما كدايب العقار اخويا. مشي على فقير اختي لمياء. عافاك نسيبوك واحد الطليبه. مالك يا عوساني؟ انا عارفك ملي كتجي تمسكني عليا كتكوني باغا تخرجي بكري. والله اختي لمياء ما نكذب عليك، يلا قطع دابا خويا حمزه. ماما 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 مالا؟ قالك بغاتنا دابا نكونوا ضروري في الدار. ايوا صافي ماشي مشكل، منين غا الواليده سيري غايا غدا عافاك اجيني بكري باش نحيدو عينا داك الكوموند. اوكي ميرسي مام بي. والله عمي يمشي حتى الحليوات توحشت من الحليوات. ياك بعدا وليدي ياك. الله يعطيك الصحة خالتي. بصحتك أوليدي. وخشي ليا في وجهك. عقلت أيا سي نهار نهار جال شم ريحة الدجاج عندنا هذا وهرب من جداته وهرجع لعندنا. هابط تيجري. كنت صغيرة خالتي ديك الساعة. وداك النهار الواليدة ملي ما كلاش لينا حمزة وراه بخير تنقول لك. تتفرنس. هو الواليدة أكلت الدجاج تاكلاه. هو يطلع عند جداتو يتوكلوا للحم. والله يسمع عندك جداتي كانت قارانه بالصوبه. ولكن كانت من اطيب خلق الله وحق الله، كانت عزيزه عليه. الله يرحمها روح مسكينه. مهمتي شكون كيدق عليك بهذه الطريقه؟ هادو غيكونوا غير خوتك. سمعوا مع قلت لكم قبيله المفاجاه وجاو تيجريو وما يدقوا بهذه الطريقه هذه. هذاك شكون امك ما يطلنا للمخزن صاحبي؟ بزاف امي هادشي خاصها تشوف ديكلاريو. شكون يطغى علينا كاع؟ شو عيني؟ حكم هنايا حكم هنايا. سبتي حوايجك. تمشي خوك تمشي خوك تمشي خوك تمشي خوك ونديرو اللي بغيتي. اسمع ستا صاحبي قول لي نتعشاو هنايا. انت مالك اصاحبي نضرب على كرشك اصاحبي. وحوار الماكله الا ولا ماك حمق. خويا كنت كنت قلت لك توحشك. انا توحشك. لبس عليك جيت عندنا. قصا جيت؟ قبيلة. شنو كتعاود؟ سمح
مرتاح شباب حالك شي مزيان اخي شحال توحشتي اجي امي انت اجي حدايا كي داير ولكن بلاتي فين هو حمزه هو مشى غير يبدل حوايجه وليدي مشى غير يبدل حوايجه وجه اه يبدلوا حوايجه وجه حيت سمعت الصوت لا 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 مشى غير يبدل حوايجه وجه كي داير لاباس عليك لا بس الحمد لله يا ماما احسن سوبخيز هذه هي المفاجاه اللي قلت لكم الصباح ميرسي ماما انا اللي خطاك ماشي شي ولا خليكم ليا امين كتعاود الله لاباس خير الحمد لله توحشتكم زيانيتي العفريته كبرت 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 يا الكتكوت حتى انا الله يجي تمحشك يا خويا وحق الله حتى انت كبرتي حمزه هو هو باش هو دابا يجي دابا خويا التبوكيصه ديال خوك حالك كي داير اخويا توحشناك اخويا خويا غزال كبر شي كبر شي الله يكبر انا خويا انا حمزه كبر شي حمزه نقول علينا زيان مسخوط اي والله يخلي لنا الوالدة امين مرض عليكم كاملين اوليدات يا ربي امين اجي مالك في عينيك واش غنقول لك اخويا انا اللي غنقول لك قالك بغى يدخل البوكس يلعب البوكس ها ما بقى تيلعب السيزر قول لي عيني هادي ماشي الزريقه ديال البوكس هادي ضربني واحد عزي المهم الوالدة انا دابا خصني نمشي ضروري فلاش يرجع نتعشى معاكم يلقدني الوقت صافي مرحبا بك ولدي في اي وقت اجي عندنا كتكوته قد عندك ما ترجعش تتعشى معايا وغنرجع غنرجع صافي حلف وعدني وصافي كنوعدك انا عارفه الوعد ديالك وصافي يلا مشينا شي سيكاتريس صافي نودي نودي وقفي مع اخوك غنمشي معاك الباب اجي عندك ما ترجعش تتعشى معايا صافي يلا سلام تهلا براسك وعلى ما كنتسناك صافي سلام اخويا جاهر الله يعافيك باي باي اجي بعدا قولي لي كيطرى لكم هادشي كيفاش كيطرى لي كيفاش كيطرى لي وانا غادي نزل لاخو جوج شنقه عليا قتلني قتلني عصا ما تبقى تقلبوا لنا على المشاكل واش ما كاينش مخزن في البلاد الله يجي يطرى تقلبوا لنا على المشاكل حتى اخوكم يا لا فجه غتبقى تقلبوا لنا على المشاكل تنوليو غادي للحباسات شي قاتل شي شاد الموضوع واش بعيني عليك انا عليا انا على البوليس كاين في البلاد البوليس كاين في البلاد امي بوري شدلت شدك لهاديك الطريق ليك ماما 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 صافي ماما 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 تشوف امك ماما يلا اقرا لي انا يلا ماما نودا نجيبك ماما الله يسجل عليك ماما ماما صافي عافاك صافي وانت تقتلوني من هادشي صافي غاتمشي غاتمشي تكلاري بيا انا غاتمشي تكلاري بيا ماما انت خوهم هادشي صافي ماما صافي ماما انت يا من صافي حنا غنبقاو صافي ما بقاوش نمشيو لديك الطريق صافي ماما نارا شنو غنديرو دابا وقف صاحبي وقف وقول لي اش غنديرو نارا بابلو انت عارف مزيان شنو خاصو يدار صافي شوف نارا عارفك اخوي دابا معصب بغيت تشدنا شويه وخلينا نخدموا عقلنا مزيان الله يسهل عليك اش كتهضر من نيتك خدموا بعقلنا واش ما كتشوفش عائلتك كيعانيو مع هاد الشمكار هذا وانت كتقول لي خدموا بعقلنا واش انت مسطي ولا مالك ولكن كنقسم لك فمي بالله بلاد خونا هذا غادي نعذبو في حياته حيت مازال ما تزاد هذا اللي غيعذب لي خوتي وبكي ميمتي صافي شوف اصاحبي خلينا بعدا نقلبوا على دخونه ونعرفوا شكون هو من بعد راه غنتفاهموا معاه مزيان مالك شوف بابلو الا عائلتي داكشي علاش خصنا نلقاوه اليوم قبل من غدا وما نبغيش تصبح النفس ديالو كدور في هاد الحومه صافي النار ما يكون خاطرك انا خويا خدم لي عقلك الله يسهل ما تبقاش تفكر بزاف خيا انا كنعرف واحد العوينه ما يورق لينا شكون اللي طاغي في هاد الدرب وكذا من بعد نتراسيو ليه التيران ونديروا ليه شي خدمه نقيه شنو بالك ناري يا خي يحييكم وجيتنيش معرفه والله يشان ديالك برا واش ندير واحد الحل وانا خليني نديها ومره مره نعطيك باي انا دار داك المواطور ما تفكرش التوشيات كون عرفتي ديال من قام تقول هاد الهضره كامله شنو هو وانت شكون غيكون قاعد مولاد خاصك دير في بالك ديما يحيى بلي انا هو الملك ديال هاد الحومه صح هاكا خويا انا حفظك الله يخلف عليك خويا بابا صديقي ونسولك الله يحفظك شيني واصل هاد البياس هذا مالو اسا واش انت باغي تدبر لينا عليها ولا شنو اصاحبي شنو هو ندبر لك عليها واش شي بحال هذوك القاقرونه بالخز انا رطح معاه المسقي واش يولوا بحال الفلالس وكنشوف شنو وعدك اليوم ردزوا على وجهك المره الجايه غنلقاه باهنا وراه يدك المنسيف طاح فيا راني ماشي الجوكي ريح الله مالكم اصاحبي غواشكم شي تسمع مره في الزنقه وانت عاد جاي
كنت جي عادي بشويه صافي كنا نحيدوا واحد الدي اكس لواحد البوكيمونات نجي ديما مشى لوقا صاحبي وانت اللي صيفطتينا صاحبي عند الريزو صاحبي نجيبك النمره ديال صاحب الدعوتك صاحبي من التليفون ديال خوها اها وخرج لك النمره صافي اه يا خي النمره اللي وصيتيني عليها معلم واش وفين هو التليفون وصرافش البيك باش اليوم نمشيو نديروا الحفله انا وياك وتلاقيتو ها المخربيقين وانت بقيتها بعاد والله شي خرج عليك شنو هو خرج عليه يحيى انت خويا مكنبغيش نطبق عليك المسطره ديالي خليني معاك زوين رضا يلا مشي يلا مشي وفين خاي البيك وفين الفرداني فين هاد الغبور هذا جابك انا جابك انا مسخور جابتنا واحد لافير وانا متاكد انت اللي غتعاوننا فيها خاي البيك ويلا خاي بابلو فاش نعاونك اخويا معاك انايا انت كش عارفني مزيان خاي البيك مبغيش ندخلك معايا في المشاكل داكشي علاش نطلبك تعطيني لقب واحد ندير اش هاد اللقب اخويا اللقب عشيري ديال اللي طاغي عندكم في هاد الحومات مش فكرش بزاف انا عارف باللي سميتو عندك في لسانك دابا يدوم عندك مناش تخاف خوشي طاغي الواحد اللي كاين في الدرب هذا هو الجوكر وفين القوا خيات الجوكر هذا شنقول لك هذاك بنادم كيضرب بحال الزواق والاغلبيه تلقاه في المراره مع خشو وقول لينا شكون هاد خشو هادي الشيخ خشو راه شي عرفها بابلو مزيان كنعرفها انا شكون هي سوزانا صاحب اخشي واقيلا شكون هاد الجوكر هو اللي بقى كينقز علينا قبيله ياك صافي دابا حنا عرفناه وجات نوبته هو باش يعرفنا كنتمنى من الله يكون هو باش نسالي هاد البلان اليوم علاش اخويك ما داير معاك لعيب هو اودي كون داير معايا لعيب انايا اما هو لعب كبير اصاحبي شوف نسال شي ودرتك بحال ما جناش عندك حنا اصلا غير كنسولو متاكدين شو شوولو مشيو صافي كون انا خي بابلو قول لي بغيتي تدخل على شي سخون الاول وراك عارف الفيس هو الفيس ما كاين لا الغرارف اخوش واخا فيك شي طورنو فيس عمي وشنو ما شطيناش شي كادو نبقاو نشوفو حنا ولا كيف ويلا خي بابلو كلشي ديالك اصاحبي شمالك حمق والعز بك الرجوله راك عارف اخي بابلو انت راه خويا راه نتعامل معاك اخي ويلا واحد مسخوط الوالدين جاب لي واحد العيبه نتعامل معاك بين الاول هاك اخي ويلي يا بابلو واش وقت هادشي اصاحبي ما عاد مشريتي هاد التليفون ما عندي واحد المسخوط من المساخط كنشري من عنده ديما تي على فحال الناس يبقى لينا هاد التليفون دابا باقا تبان هذاك السيوم الجوكر قول لي يا حبيبي بعد ما شريتي هاد التليفون عندك خونا اللي كيقولوا له الجوكر لا 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 كان عقلي كينفعني هاد البياسه خديتها من عند واحد خونا سميتو البوري عنده صغيبه معروف وفين تيكون اخاي الظريف هاد البوري شوف اخاي انا ما كنعرفوش فين تيعمر اخاي ولكن على وجه هاد الخصيمه هذا عشيري بابلو شحال مشو غنتعامل معاك ها هي تصور شو عندي وغنوريها لكم اخاي وبينكم وبينه اخاي ها هي بابلو وادا الو الياس شوف اتوجد لي دابا الطوموبيل عندنا واحد الضريبه خفيفه يلا يلا تحرك انا نصيفطك دابا اللوكاليزاسيون يلا بابلو شينا يلا الو الشيف حداك النيرو اه هو معايا ادوزو لي بغي يدوي معاك الو نيرو شدي راسك كندير داكشي اللي خاصو يدار شنو واقع عائلتي كيتعدى عليهم واحد الميكروب عائلتك علاش ما قلتيهاش ليا صاحبي وماشي هكاك وانا عارف بلي راسك عامر بشي حوايج اهم من هادشي هذا داكشي علاش بغيت ندخلك معايا في هادشي كاع وراني صيفطت لك بابلو راه كان معايا وملي شاف كلشي بعيني راه كان معايا راني صيفطتو لك اوف ورد بالك اخويا من صحاب الوقت هو خساف يلا نتحركوا يلا هذه لقيتها الو شكون معايا معك الملك ديال هاد الحومه عرفتيني دابا ولا نزيد نوضح ليك لاش مصون عليا اخويا اش بينك قولي والله ما عرفتي علاش صونيت لي باينه اش وحشتك وبغيت نشوف واش كتهضر من نيتك لا 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 حبسي دابا بلا ما تحاولي تحشرين حيت كيف ما قلت لك
المرش كان جيبه بطريقتي الخاصة، واش دابا انتي الا موتي جدي غنجيبك بطريقتي الخاصة. واش بان لي ومالك سكتي؟ واخا واخا خويا فين غنتلاقاو؟ غنتلاقاو مور حمام مالا. واخا واخا صافي. لافيرا هي مسوقرة، وفين هما السواد؟ هاهما خاي السواد راه عندي. هاهما وكيما وعدتيني سالي البلان عيط لي نجي. صافي يا صاحبي هضره وحضره دوزنا اليوم نبين لها الحقيقه مور راسها. رضا باقي عندك الفلوس ديال التليفون ديال خوك؟ اه باقي عندي. علاش اصاحبي؟ خليهم عندك اصاحبي وجيتي تجري عند اليهودي وجيبي شي طرو ديال بوبودر. اليوم تسخن اخاي. سير اخاي انا نمشي. يلا سير. الو عافاك اخويا عاوني ما عرفتش منين نخرج من هنايا. مالك يا بشويه عركب شويه بشويه. عافاك اخويا عاوني ما عرفتش منين نخرج من هنايا. تخافيش يا اختي. مالك يا بشويه عركب فين ساكن؟ انا اخويا من كازا جيت عند واحد صاحبتي وتلفت هنايا. واو تشاد. نعم اخويا. ما تخافيش اختي شوفي كوني هاني ما حد كيتلاقي شي معايا ونخرجك من هنا باي طريقه. بصح اخويا الله يكثر خيرك. الله اودي هذا واجب. حنا علاش جالسين في هاد الحومه باش نديروا الخير؟ شكرا بزاف اخويا صراحه قلال ولاد الناس فحالك. الحمد لله اللي لقاني ربي معاك. وما تلاقيت معاك راه ما عرفتش شنو طرا ليا. كنت شفارت ولا تصراخت ولا انا معاك دابا ما عندك مناش تخافي. شنو فيها مشينا؟ صافي اخويا مشينا. منين ندوزو بعدا من هنا ولا من هنا؟ انت هات بعيني وسكتي دوك شاك ديري ها هي نمشي. خويا فين غادي؟ نشوف انا يجيبني للخلا. ما كاين مخلوع ورا الطريق هي هذه. ما عندنا حتى شي طريق وحده اخرى اللي دينا نكملها مع الطوالانيش نخرجوا في الطاكسيات اللي كيديو كازا. ما بالي يا خويا انا حتى شي طاكسيات في هذه البلاصه. لا ما تحاول البوغوس. اي فيلم امريكاني هذا. كاع ما تخلعنا بالكوابس ديال عايشه وراني. سير خلع شي واحد كيليميني اول وش الشيء ديال بصح. يلا جلس. ما دير والو تحرك كلش ما دير والو. ناريك مرصداتني هادي هنايا. هات وين العروسه؟ والسلامه بلال العروسه فين تعطلتي؟ مالك اخويا شنو بغيتي مني مصوني عليا؟ واش انت جايه معطله مكمله بنت تغوبيشه؟ بغيت نعرف حاجه وحده. شنو بغيتي مني جايبني دابا؟ اليوم عيد ميلادي وبغيت نديك شي خسري معايا. لا مش قولي لي اللي حش عارفني شنو غندير. صافي اخويا صافي اليوم لانيفيرسير ديالك نمشيو للكافي انا شي خويا الكاطو ونحتفلوا تما واخا. ضحكتيني. شنو هو كافي؟ مازال مش عارف ايش الجوكر واقيلا ياك. واقيلا خصك تعرفي القوانين اللي كتشبه بهم المسطره ديالي. الاولى ماشي انتي لا تقول لي فين نمشيو، والثانيه اللي قلتي انا هي اللي شكون، والثالثه كتبقى الخيار ديالك يا تمشي معايا بالزز ويا تمشي بالخاطر. ودابا غنمشيو للبلاصه فين نحتفلوا حيت انايا ومقاد الامور ديالي كامل. ما طريتش شي حاجه خايبه ياك اخويا؟ انا راه ماشي خوك ويلا نمشيو بركه من دوك الاسئله ديالك ديال التصرف يا خويا. شكون انت؟ شو هادشي عندك؟ دابا انت ما يا اخي غتعدى لي على عائلتي. علاش تهضر اخويا علاش؟
نسيت انت كتعدى على بزاف ديال عباد الله، داكشي علاش ربي صيفطني ليك باش نهني ديك الحومه منك. اخويا ما عارفش اش تهضر انايا، ما عارفش علاش اخويا كادر على اخويا اللي تعديتي عليه. شكون هاد خوك اخويا؟ شكون هاد خوك؟ بغيتي تشوفو انا غادي نوريك باش تكون اخر حاجه غادي تشوفها قبل ما تموت. هاو شتي دابا واش هاد اخوك؟ شفتي جبتي الربحه مع الكبار هاد المره هادي. شنو هي اخر كلمه تبغي تقولها؟ اخر كلمه غادي نقولك اخويا يسرع اختك من الجوكر قبل ما يفوت بالفوت. اختي؟ اختك. اما انا مضون في هادشي كامل. دابا جاب اختي الهضره اش كتخربق عليا؟ انا والجوكر قدرت عندنا اخوك ودينا له التليفون، ولكن هذا راه ماشي هو الهدف ديال الجوكر، حيت خوك كان غير طريق باش يوصل الجوكر اختك، ودابا اختك راه غادي بها الجوكر باش يتعدى عليها في واحد الدار. هادشي كامل حيت اختك وقف على الصباح وما عطاشوش وقت قمعاتو. اما انا ما بيني وبينكم تاع عداوه. انا قول لي دابا فين كاينه الدار هادي؟ فين كاينه الدار؟ ما فضيتش مع هذا. تفو ما كان ناير. شنو واقع؟ عياقتنا كامله تضربات في الزيرو بابلو. دابا قول لي فين كاينه الدار هادي؟ فين كاينه الدار؟ الدار سربي سربي كاينة غابة صغيرة. اش كتسناو اصاحبي؟ راه تحركوا اصاحبي تحركوا. ليلة يا ليلة 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 شي اش باشي كافي هاد البلاصة هادي راه الحياة. غني غني معايا ليلة ليلة زيدو سكتي منهم. انا غنجفل انا غنتعصب. ولا حاف حشي كلبة ناري يا اختي مسكينة بقات فيا. حتى انتي الا ما بعدتيش من طريقه وحاولتي تجنبي غتبقى فيا. ويا ويا ومعا متشي ورشي باش طلعتيا مشيني شرا معاها انايا ولا شنو؟ عرفتي شنو الصاد؟ لعبتي مع الكبار واليوم غادي نبين لك الحقيقة. انتي اللي غاش بيه الحقيقة واش انتي شكون اللي غايبين الاخر الحقيقة؟ شتي هذا؟ طلع 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 سد 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 شوفي اختي هادشي اللي طرا نساي بحال عمرو ما كان. نبغي الوالده وخواتر ما يصيقوش الخبر. واخا خويا عافاك ما نقولهم حتى حاجه غير بغيت نطلبك طليبه. واخا شنو مالك يا اختي؟ ما بغيتش توسخ يدك بالدم ديال داك الشمكه. واخا كتوعدني ياك؟ صافي وعد واحد انا كعرفاني وعد اخ الاخت ديالو وصافي. يلا نمشي. بعد من خوشي عياقش كامل خواش فين عياقشك؟ والله ما نبقى نعاود ما نبقاش العياقه. لا عاود والله ما نبقى نعاود بالرب اخوتي. مال السبع ماله بحال سمعتو كيغوت اخوتي. دوما طاغين عندهم ديك الحومه. دار ما طاغين ما تلعب هذا راه كيحقر على الضعافه.
ايوا وا ربي صيفطنا ليه بحال شي جنون. الله يشفيك. عافاكم اخوش. سمحوا لي هادي والتوبه اخوش. شنو قلتي؟ عاود نسمع. هادي والتوبه اخويا والله ما نبقى نقرب لخوش. اسمح لي هاد المره هادي اخويا. اطلب من ربي يسمح ليك. اما انا يا عبد فحالي فحالك وخاصك تودي هذيك شي درتي لخوتي. اخويا والله ما بقى نعاود خوش وما بقاش ندور بهم. وغنبداو بالاولى اللي هي الخلاص ديال خويا اللي تعديتي عليه. آي آي. والثانيه ديال اختي اللي تفكرتي انك تعدى عليها. آي آي. غوت الغابر. آي كتحس بلي الموت قريب دابا ياك؟ الموت هادي. وانا غادي نزيد نقرب عليك اخويا. ولا نيرو واش راك مريض اصاحبي؟ قتلتو بحالنا اصاحبي. ما غاديش نقتلو. ماشي حيت بقى فيه الا متيش غلط، حيت خوتي بغيتهم يشوفوك كل نهار كتعذب كيف ما انت خليتهم يتعذبوا هاد النهار هذا. شنو نديرو يا سيدي دابا؟ نخليو هادو هنايا؟ صافي يلاه نمشيو اليس. فين نمشيو اصاحبي؟ شوف اصاحبي اسمعني انا عارف اش كندير. خليهم دابا يدوزو شي سراح من هنا ويفكهم ولا يعاودوا راسهم. اصلا بابلو راه خليتو كيتسنى تما كان وبقى تابعنا بزاف ديال الخدمه. يلا نمشي. باش خليوناش هنا اخوشي ارجلي باش خليوناش هنا. الله يرحم لكم يا وليدي. امي والله الا مهمتي كان العشاء معتبر. صحتكم اوليدي. عطاك الله الصحه وعطاك الله جلال. طاح في طبسي العمى زعما تطورتي. صحتكم وتهلاك تهلا في الوالدة. اوا هذه راهي لا ماما ني عندها ماما انت تهلا في راسك. صحتكم خليك مره مره تفكرنا بعد النهار. جلال تهلا في بعدياتكم. راه نوصل معاك اوليدي. لا لا بلاتي مهمتي بلاتي بغيت نهضر مع فاطمه. صافي المهم شوفي فلوس انا غادي نصيفطهم ليك. بليز بليز من الفلوس هادي. عافاك اخويا ياك ما درتش ولا داك المصيبه شي حاجه. وصافي راني وعدتك يا سينا. ما بغيتكش ترجع وترجع للحبس اخويا. واش انا وفيت بوعدي؟ وصافي انت ما سوقكش داك الشيء. صافي المهم فلوس غادي نصيفطهم لك في الريد ديالك. ما تكذبش عليا. ما تنكذبش عليك قلت لك ما وقعت لي حتى شي حاجه. صافي صافي المهم فلوس غادي نصيفطهم لك في الريد ديالك. وكيما تقولي للوالده والو. الله في راسك. صافي وعاود ترجعي ضروري توصليني على ماما. انت عافاك عاود ترجعي. وصافي المهم امي دابا انا غادي نمشي. صافي نوصلوا معاك شويه نوصل مع خوك شويه. يلا لا ماما ماما لا ماما ويمشي ويجي بلا ما تهدي بلا ما تهدي ونمشي انا وجاري. صافي وتهلاو في راسكم اوليدي. تهلاو في راسكم. انا نعطيك واحد التليفون واخا فون اوكازيو ديال التليفون. ايفون هذا ديالك هذا. صافي ام قديم راه عيط لك اخويا. صافي انا المره فيه في كلشي. خبي لي ماما خبي. يلا في ليلي دابا نصيفط لك واحد فحال. صافي ولا لا يخطيكم على بعدياتكم. وتهلا في راسك وتهلا في ماما. ماما يمشي ردي بالك. ردي بالك انت من راسك وليدي. الله يرضي عليك. يلا سلام تهلا في راسك وتهلا في الوالده ضروري. يلا خليوك. يلا سلام. باي باي. ترجع عندنا ياك ضروري. يلا بسلام اخويا جاي. سلام باي باي. وبغيت غير نعرف واحد صباح في كروسه وواحد صباح شايب كيفاش بلانكم؟ سوزان ما عندك ما تفهم يا اخشي. الحلال راه تيعيشك بخير. ارا شي جوج. انت كيفاش جوج؟ كتعطيني غير درهم. ومسخوط الوالدين واش نسيتي واسكو ديال الكروسه؟ عطيه جوج قبل ما يخلي ضربوك. وطلق انا خلاص. هاك ها جوج. شنو جيت عندنا بالقوه؟ تيموت بالضعف. فوم اجلس المعوق اجلس. شياكم ما قدرتي ديري والو بحال عمري كنت خوك. وكل ما كنتش كنشوفك ملي كاش عندك صحتك شنو كدير ليه كون كاع ما نسكت ليه. ولكن هادشي اللي داو ليك راه عقلي في حقك والله. خويا رضا بروج ولا طلعنا جيت البحر خلينا نشم شويه د الهواء. الله يحفظك. شنو هو تمشي تشم الهواء وانت راه يخدم على راسك وخلي الدواء يخدم على راسك. واش من هنا لقدام تبدا تخدم على راسك واش حسابك انا نبقى نصرف عليك؟ والله الا قال لك بغى يشم الهواء مالك ما كنتش كتشمو ملي كانت عندك صحتك. يا اختي شنو درتي مع الخدمه؟ باقي وحنا خويا راك عارف الخدمه وصافي. انت شنو درتي حقك في الامتحانات؟ دازو عندي شويه صعاب ولكن الحمد لله. ضربك على خونا دار كروسه مع شنو طرا ليه؟ زيد سانتا صياد النعامه يلقاها يلقاها. اي والله يسمح لك.
السلام عليكم. السلام. فين اخويا سير؟ انا هاني مرتاح. اخويا شنو خصك؟ شي كيلو تخليطه في راسك. هاكا عشيري سير.